صلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد عشر كان واكيسي ديتن يول حاد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وحينو دنبيي إن لجعلي هاي ضدك إن لقفق هذا ولقد إرادو هدي الزمن كفس هذا ومدنا أي دين كتكتو أدو كبقي إن لقفق إنه يزدين تادي أما معصية لغو هرسيو أما شبي وحلمي ده لغو قليو. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. وحبابي أبو شقوري فضلك كتير أمضى إلا الدهو استحب العزلة إن شاء الله صوم الري هنا وحاوي بابك بابك كسور جيدي مركا خلاف يسكسور جيد توصى مئة واختلاف الحال حالة داك لدوان مركا أتكبق يسدين كذا إن لغا فتنو يو وناق أضحي ساتو لغا آفيو وحاوي ناقسان أمضى إن أتكد إراتو تكدح بعضو مركا أضيف كو ضد القادن كرتو أيغانا وحتري كرتو وناق فري كرتو حما أتكر ريبي كرتو دين كذا إن لقافت نيانا آذان كبقينين مركانا وحافظ البضان إن أتكون حجرته ومضى واحترته والله بحاله كالدوان. فضل الاختلاط بالناس يددكو لرده فضل كتيرا وحضور جماعهم إيو جمعوين كذا إن لقلق قيب قالوه وصلاة الجمعة للتو كذا وجماعاتهم إن شاء الله كلا شنطة جماعات للتو كذا فضل كتيرا ومشاهد الخير إيو فرديادة إيو قوبها خير كاللوها يلقى قيب قاطع علمك إيو محكمتها إيو ما لها كلمات تلوها هي دروس تلقو برنا هي يلقى قيب قالوا عائلة مركي في النظر بعض السلف لا جمعة ولا جماعة ما يسن قيب قيتر وكفر يسن شرين محايا لو حكبق شرين إن خطبة اللبتر كذا لقوة أفين هي هذا سواء هذا صلاة جمعة سواء تكتب جمعة دي وحاق خطبين هي مدو مدى باطل يدل مؤوية رية بدعادي يفنان أمد أقر حين هي شرك يكفر أقوية رية إذن تاسا كدران بيورن جرى جماعة من السلف وكاري جرين ما مذهب أي خوارج ليه هاي أم وخاصة ما هي حالتها قاركو هذي دعان وحي سلف وقاركو ثمين جرين وحاك لو يفضل كجرى ومجالس الذكر معهم قوبها على اللقوح الصحيين لقلق قيب قال فضل كجرى وعيات مريضهم كوضا حنوصن بوقشيدي سفضل كجرى وحضور جنائزهم جنازة إن لقلق قيب قاتوها دي روحي لقلتو كذا للدو والله حباله للد سقوتيو ومواساة محتاجهم باهانه ودو تاغيري دي سوح لطارو خير كفو جرا مواساة كوا كالمين تا ايو وقرقاري دا محتاج كنوا باهانها دبانها وإرشاد جاهلهم كوضا قونتا داران اولا حنونيو خير كالاتو صوت ودادا طبطا لغره دو فدقا كجرا وغير ذلك اي انتا وحان كاهين ومن مصالحهم دانها قود دينيد اي مسلمين تا إليهين لغا قيب قاتو فدقا كجرا لمن دول كيبو مركا ديهيد دا اي مسلمين تا دحجو أو كلا قيب قد مواسمتها خير كأي فضي أجرة أو لوش عليا قدر أوده على الأمر بالمعروف السماها إنه ضد كفره والنهي عن المنكر حمها وكرهبه وقمع عن نفسه نفتي سنة كعبية وكعلية عن الإذاء يجا إنه ضبه وصبر أدل القات على الأذى دبك يجا كإيمان أدل القات اعلم أقول الإمام كيدي أن الاختلاط بالناس ضد كولده ولا دح تشوجه على الوجه الذي ذكرته قاب كان شيئا لو دح تشوجه هو المختار واسد الله دورته شرعه يأدي لده أي حجين أيان الذي مختار كاسو كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسد الله دورته أي كسوك نايين رسولك محمد عليه الصلاة والسلام وصار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يا أنبياء انتو ذي كلبا وكذلك الخلفاء الراشدون بقول كالراجحة كسوك ناو كدق مجري علما وعملا ومن بعدهم انت كدن بيسو من الصحابه والتابعين صحابه ايو انت راعدي وانا كو راعدي ومن بعدهم من علماء المسلمين واخيارهم انت كسيدن بيسو علماء المسلمين تي ددكي سوبناابا دقن كاس الهاينه وخي كلا قادي جيرين حالات الدين كاد او بقيسي حالات الدين كاد او بقينين marka الدين كاد او بقيسو انات كفغاتا خير بدن حددن الدين كاد او بقينين انات كو دحجيرتو ود كلا قيب قاداتو جماعات كي جمعه اي خيرات كي جنائز تي هولها ايا خير بدن وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم وأنا مذهب كي علماء التابعين تبضن كود أي كتغين يدك كدن بيبا وبه قال الشافعي أبو عبد الله نسيدا سيولو كتغي وأحمد وأكثر الفقهاء
أحمد بن حنبل يفقد بضن كنا سيدا سيقبان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى ربي وحجيني وتعاون أسوك الميستو أسكو تاغير على البر سماها أيه والتقوى لك عبسك. والآيات آياتها قرآن كيف في معنى ما ذكرته وحي أن شيء معنيه سكسو أروري كثيرة وبضانة معلومة ولا يقانا أحاديثي وكلو اسكا قاب صدم حيلا واسكا معروف وانا عان وأحاديثي حديث بضان باب وكتمت مخالطة الناس عند عدم الخوف من الفتنة في الدين أدلة بضان باب كتمت حديث كي ترمذي غير كيبا يا ضد كل حزتان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نبي حور مؤمن كمسلمين تردها دحجوغا إذا بكذا أدو القاتة وانا قانا كلاقيب قاتة أياك خير بضان مدك مؤمنين تكفق هذا كردير هذا إن أصبرين أدو القاتة إن دبكوذي وحي أياك سوقارة. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين مركة حالات قيمان تيكو حرانتها مركة المرء وأمين نفسه من حيث الدين مركة يدين بالليل هذا هذا لقود دين إياه هذا إسقيمين إياه أقونت هذا إيا أود هذا يكو حرانتها هذا دوارك تبول الشدان أدحجوكتو إن يدينك كافت نين وحبا إيسان كدرين إن أتكريراتو كفقاتا كوفعان مركة إسقيمين هذا دوارك تو إن أدحجوكو ددان يكو جرت الدينين ودحجوك إيسا معنو إنت أوي. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين وحبا بهاي إن لسلول ديغو التواضع وعدم الكبر والعجب إن لسلول ديغو أو مسلمين تلو نقول هذا أون سنك اللتاقين أو نفط هذا أضن مهادنين أو دن أذن سلوينا ننبا تواضع اللوجيدا يا وخفض الجناح قرب كان لو دبعيو للمؤمنين ضدك المسلمين قال الله تبارك وتعالى نبي محمد الله وحكيله وخفض دبع امرارع جناحك قرب كذا يدنا هذا للمؤمنين معنون وحول المسلمين تو دبع سنو ونو نقولو ون دنقو ون حريصو ها اسكلوينا نن هنا كوكا كانو اكو ادكان. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا آيات سورة مائدة باب كافرتني تضباط بين كسوة مري يا أيها الذين آمنوا ألي الرسول كور رمي من يرتد منكم عن ديني دين كي سميت أحد كي كلا بطو إذن كي كم بدا ودين كي إسلام كي وناقي كسن تاقي كبرا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلهي وحب الله إمن دونا ضد شعل أصغن أو شعل يهي أذلة أنقل وجمع ذليل لا ذلول مركة أنقل أدب عسن على المؤمنين دك مؤمنين تأه أدب عسنا أدن قنايا أعزة كوكا كانوا كوأذك على الكافرين قال هذا مؤمن رقم كي سواسدا ويقالوا تعالي إلى هنا وتعالي هاي مسلمين تي دين كوداغانا وأن نقول يا أدب عسنا هاي قال هذا نواكوكا كان يا هايو ككنان شرع يا بالغها الله يا. وقال تعالى وحكال ورب غير يا أيها الناس ودضوا إنا خلقناكم وحاين كابو الري من ذكر وأنثى لب يددك بين كابر حاوية آدم بالذين كابر وجعلناكم وحاين كي لشعوبا وحين كي الأمضي وقبائل قبيلة إذا كان لقنا شعوب كوين وأنا قد كرسوم مرة تطبق قيود بي عربت إيه قانان شعوب تانا أقص الرئي قبيل كي فصيلية عشيرية بطني أفقاد وأنا كرسوم مرة وجعل لكم حيدا كي الشعوب أي أمضوا وين إيه وقبائل قبيلة أمضى كثير سن. طيب هذا الصومالي كروا شعب الأورانية قبيل الأوران ما إيه لكن قبائش وانت يقول كربحان وكله ساسو كلمك سوا حلو وأمد بالورن كدمنا انت سو قبيل بيليه وذكرنا إنسان إلى يحور وحن صاوي اللي تعارفوا إن هذا سجرتانو نول بالنسب كيسي عدك قرابة أي عد حكتي وأجادو ودسكو سكو حلي لسان إن أكرمكم لكن كيدن كو جبسا إلهي أكتيس إن كو كرام بدن عند الله إلا أكتي أتقاكم وي نصب كاسوكو وحاوي وامل لسكو قرتا ووح شيء لسكو حريريو الله اسكو ورقبو أو محارم تدل لقوه كذا جيان كذا عدة جيدو مد كذا جين أنت وكوتش رقاب كل سود حلها يو وح الله يستري أحكام باكو حرن أنت أم بالله جرب أكلي أما إلهي أكتيسة نو البوح والله أكتيسة دكتور قيمة يسني هاي حديثك عقبة من عامر الجهني بأدو عدي النبي وحور إن أنسابكم هذه إن أنسابكم هذه نسب كين إن كان نو البوح ترسنا يلا باتن جزودا كود دلان دلنا يو ليست بمصبة على أحد نبي ورد من عليه الصلاة والسلام أحد دل عقته عن بارين يعاب مجرته ننسب كي سحوية هي مجره ننسب كي سو عاب كوية هي دل عية دخر مجره وحد أدو شقي ستدق حكم يا كل حكم طاي وحد قيمة سنت وناك دين ذي آخره وحد الله تما دق بنما الله دواشا أخيار نما
أما أبتر كوسك ميلو بكسوف لي هو يدن حاوي آدم بيد ما ضلعي هل كاس الله وضع نقول إياه آدم عروتي من حيث النصب واسميه ما يكون كلا تينكلية من حيث العمل نول بوح وشق يستو إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم ضف الصاع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى ننك لو حدير مجرو دين يا الله كعبس مبالي سدرياي وكفى بالرجل أن يكون بذيئا بخيلا فاحشا حديث كان مهم جدا أحاديث في الصحيحين وفي السنة والمسانيد باكم معناه لكن ساقو حقود دورتي ويرد إن أنصابكم هذه ليست بمصبة على أحد كدي من النبي وحينوش أخلاق ذي اللي وكل بحي وحول روحه وحا عيب أغفلا يلينان يدل النمو أن يكون بديا إنه أفدير هاي حمان شيقي هاي وحان خير أفكيسو كالصبح ما شر باك الصبح شر باك فسلو بديا بخيلا حقا نقعان هذا وبخيلا حقا وحكوب بحينين فاحشا حمفلوة إذا النبي حكاه لي هؤلاء شغل كل نصبك لا شغل كمال واردقا كذا أفديردو يبخيل نمضو يقعن أضيقو إيو إذا بدردو يردقا حمضو وحوي وأحاد الله إيمانيس أما النسب ليس بمصبة على أحد روح كوعدير مجر إلا بفضل دين وتقوى قاعدة النبي حكاه لي عليه الصلاة والسلام آيات تفسير كيدي أوي آيات سورة الحجرات بنبي كفى فهي أحاديثها فربضا وقال تعالى إلى حكلو يري فلا تزكوا أنفسكم نفتينا هطهرنا هايس أماننا ما وحد الله هنا شيغانين هو أعلم بمن اتقى إلهي بأوء قال بدن أحد كأسا كعب سنية الدين كسكو الله قرني أضو إسك جاهلة أما فاسقة ما قعد الله هنا قاضنين قولي زينب بنت أم بنت أبي سلمة وحال ورنجنا مقعدة برة وأذكرنا إيسان مكاس النبي برة محاضة بحسين برة مصعون إيسان بدلا الله أعلم بمن هو أبر إلهي بروح أبارقة أي قانيه برة قبر عند محانو بحنا زينب برة وامع وقبر بارقة هيدا إلهي أدعي إيسان ربي حقي سكف عليه يا بيس قريبة هولها وين شقيستيه مقعد وحاتر هذا زينب لها آيات أنا سودك تأذى الله متك آه بمبون أنت مرك الله يسبون بمبون يا مقعد قاد كرين يوحد أن شقيس الله إسسارها يو إلهي ما أقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف قلي رياض الرحات كاي جهنم يجنة ودحي وحيو يلي يا مالك آخر رجالا ركبوا رواقا يعرفون أي قرن بسماء أستانتو ذاكو قرن علامات ذاكو قرن قالوا وحيورنا يا مرك أصحاب العرافة وحيكورا قليها أهل النار كيكا لئي ووينا إي متكبرين تها إي مسلمين تا دليسانا يا دبيين ما أغنى عنكم جمعكم حول أرورنتيني يقول في عيدا كي أدودين محيدين تريمانت جهنم ضحف رضاني يا وما كنتم تستكبرون يا كبر كي نسل وين كي نمحيدين تريمانت محو قاضي قد اسقطقات يا كبر كي يفان كي محيدين حقيدين كي نار بيدين كي أهؤلاء الذين أقسمتم كواني سوما كوات كدارن ترتين لا ينالهم الله برحمة إلهي من حريص مرة بسينين الدنك الدن جوان نعمة كنا ولا آخرنا إسكال الجنة وإذن كلا هاي ضعف ذي سلمان إيه زهيب إيه بلال إيواكم الجنة كل فلين هاي إذنكم حد حقيد أدين محلو يري قيل لهم قليه مستضعفين تمسلمين تأدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون جنة قال إذنكم وح عبسياء وح والبارة منا أنقبين إذا هو يسكر لما أتي نوال بوحو شقيستهم بآخر ما ليا أدونك واحد شقيستهم بعد آخر ما ليس لكن إن أحد نسبك سلقوا أيضين مجروا ريه بالباطي عندنا كنا رجلي ما هي ريه بالباطي عندنا كنا جنة قلي ما يسو نبي قال ينوشك عليه الصلاة والسلام نصب والبئر وقوة هاي شلان سمر إن آياته فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون مرك وحنا ندعو أسماء النجوى هؤلاء نسكت وظنوا ويوم ويين وحصل لما لكن وظلمي وظلمي حد جود بكم هذا اللوج يسنا يا لو حد جود بيا نصب لجود رهاية لو دل يسنا يا واحد جود بأن شرع أو جلي أو بها إلا باب إيوه
عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال صحابه وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي إلهي وحيي وحيودي إلهي وحوسه وشيغي أن تواضعوا أن تتواضعوا إن أدهوسوا لكتان إن أدهوسوا لكتان أود إسدب عسان تواضع عاصي بعد سلب حتى وحي كقادي مركز سعون أيان إن إيسان سفيع الله في يونين وقعمه وضع إدن عيها كل جيان ساسو اللي سيدا هذا حوار كان حبوب يركبر إن إيتا قعنت الله ورفيه أو لسيدا يولا الله في يونين وحوار كان حبوب إسقاطقات إن إيتا علي بن حسين باكا مدى رقي سيدا ديدي جري إن الله أوحى إلي إله وحيه وحيه ذي أنيقا نبي محمد أنت واضع من أصدر لك تانو إذن كبرين وإذن سنك تاقين حتى لا يفقر أحد على أحد إلا أوسن روح روحك لا أفانين فمان قل لير هيا وكاسر ريان لسك أفانين وحكو إلهي وحيه ولا يبقى أحد على أحد أما حتى لا يفقر أهرم بات قعد في عليس ملا منه ومتك لو سنك حد قد بين كبرك يسقط قادك يسلوينك يسمى هذين تاكينا إن لسك حد قد بين من هذا ذو حسمه ذو مدن أوحد دير تاي أو كقيمة بدن تاي نصب كقيمة بدن تاي هؤلاء الدنيا كقف في عن تاي باكين أحد قدبك حسدك تنافسك ولا يبغى أحد حتى لا يبغى أحد إلى وصل روحنا كل حد قدب على على أحد راه مسلم إذن ومن الدين إن كرل سوق الدين لوك الله يسدي جوا من الدين إن أمد اللي واحد قدب ومن الدين إلهي بأوحي صوبنا راه مسلم حديثك عن قصة مر بابكي لحذمات بين قصة مر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان أنس باصوم مر عرور للي يرى وكجر حميد الطويل كما في صحيح البر وذكرنا إنسان أنه مر على صبيان عرور باصوم مر أنس حبان كبود عفوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحجري ما نقصت من نقصان مثل ما دينتو صدقة من مال صدقة لبحية مال وحبك ما قيسو ما نقص صدقة من مال أنا قصوم مرة حديثك حديث كان تلمام أن صوم مرة كانوا هاي كاه ورما هاي باب كل حين أنا قصوم مرة من توحلوزي هذه اللي تفيد التنصيص بالعموم وحكا بحكرة ما جرو ما نقص صدقة مالا بيا أسأل كيسي من مال بالي انتو دون هالليك مال ير مال بدن صدقه ير مد بدن صدقه لبح شيء مال من نقصامسو انتو دون هالليك ايضا انتو يدون هالنقطه ما جاءنا من بشير وكلوي ما لها لو كرديو وحي فائده سوا دكتين وحاوي عموم كي وحكا دغيسا نص لا يحتمل التخصيص بيكا دغيسا وما زاد الله الهي مكرديو عبدا اظن بعفو عفي ظالم كيسو عفي الا عزا وحان شرف كاهي تذكر واحد قد بي او كو ظلمي بعد اسك عفي الى درتي او رزق تقاتل حبك وما يستو هر اللي هبين اخره ما فزعنت الهي شرف بكو كرنيا وان ندل هون عدك سد عسن كرين او لغا رونو فلي او وجه قبح هاي وحا صوماليا اخر دو لكن ادو شرف بدك ليس ومرك نيادادو اي تاي الهي با كفحاني مد كان كدل من إسكعافي آخر الدنيا كبدا وما زاد الله إلهي مكر ليو عبدا أدون بعفو بسبب عفو عفس وضد عفيه وإسكعافيه وصبري إلا عزا وحان شرف أهي شرف بدكو ليس نيكا هبل وانين روشة وانين دلقاطة وان دلقاطة وانين أخيارة وانين أمد أدلقاطة أيها أدن بك أماني روحا وحوالا ويه صغيري كبير بصنك لقى لها إياه فرتا قاعدة ضبعي وكأردين هاي ضبعي عضو كردين تأيه دول ولي واقدم كيان طلقاتك لهاي وما تواضع اسمه اللي أحد آدم لله ألوين إلهي درتي إلا رفعه الله تتقوى مسلمين وفقراء وولالها وكاد يريهن أدو القاضو الصبر إيسان كاد دريمين إسكسر مرنا يسو بعد سلو اللي قتي إلهي بكركو قاضية ولذلك جماعة من السلف ما له فقراء فريستان بي فريسان جرين ما له بدنهم بي تقي جرين بركي حدام بي حدان جرين سيدنا عمر الخطاب واقو الشام قال بات قرن إيسان إنما كرهان نصارى فلسطين كو وريجين أي لكن لسيق قال أي فرس كيسي أدون كيسي كو وريجي بقلوا أدون كو تيبوا لا كان عنو بفول هيا در كيسي تشحناب وكبت الشوكان وحدي عباس معدونه ونين ديرو قروح سن وقراشنين كو قروح سانا بأي الله سعوده
reer nasaarada iyo muslimiintan cumar aqoonay maxay markay soo dhaweynayeen cabbaas bin cumar moodahaya ninkan dheer lafta weyn oo quruxsanay faraska fiican saaran assalaamu calaykum warana imi waka amirki ma ninkan dameerka saaran ee allahunka aqaba maxuu yeeshaa la yidhi waa yowm cizin wa fatxin tawaaduc lirabb alcaalamiin baan u yeelay buu yidhi ku rabbi mugtu kuu gurga lama rabo inaad sanka taagto anaa mutay wada lama rabo inaad tiraahdo waana dhulka isdhigto xishooto وما تواضع اسمه لغا احد ادم لله رب العالمين درتي دنك لما الا رفع اله باكرياله قرب اله باكو دلعسيني دلعسينتا اي ريدده الله اسكله قرب لوو قاديا رواه مسلم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مر على سبيان نو البو كراديه شرف اي مغع اي ميقان امد انه ظلمه اما اسكسر مري اما اسقاد قادو دعو فريستا حلوغي هيوي dacdaas uu galgalanaya adduunyadu sidaaba sidaduba xagga allah weligii la xigaa xagga aakharaa la fiiriyaa haddaad isku dayda inaad ummaddan ku kibirto sanka taagto meel aadoon gaarin baa dhulka lagu dhigayaa allah ku ceebaynaya waa lagu facshiraya iyaduna ay ku arkaysaa war haddaas waa mutakabbire waa mid keligii isku filo weeye naftiisu deeqday wey inaga leexyaa lagu leeyahay xataa qaaraanka lagu soo doonan maayo lagaa leexanaya أنه مر على سبيان أبو أنس ومري فسلم عليهم السلام عليكم بو يري وقال وحون يري كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولك لو وحوا يفعلوا كي سمي نبي محمد بايلي جري وعروت سلامي جري بوقن جري حديث كان مركب بخاري وكي بابا استي وبابا استي إني بنان تعروت إلا سلام أصو كقد الحورية جماعة من التابعين ويري عروت لما سلامي كرو حسن البصري بكمدها وحون يري سلامة إلا ردي وواجب ولا واجب على سبي غير مكلف مركه السلام عليكم لما دي كرو حسن البصري وفقيه من فقهاء الامه اذا بعد يسو بعد زلان ما يعني سلام زين الردي زواج ما المعرور ماشي عياره يا السلام عليكم اترادو اسك ور معروري وربكم هيان كبد زي عارسن هيان ودي ولان بي كو اركايان سلام مركه واجب باد صارتي واجب كان مردين كران أيون واجب كان مقبته ومكلفين معها رفع القلم عن ثلاث بكجران مركز سلام ممنوع بالحسن البصري أنس المسيري وحيد والله سلام لكن لما قشين ما هي والسلامي قد حستك تقول عيارة هي السلام عليكم وسط كده يعني سكون مقلين لأن هذين مقلان هي وجوب ما ماشي إيمانا يعني يقولوا محل وجوب ما بعد قاسوا يوت المامي حديث قاسوا بابي أنا يعني ولذلك النووي سها امامكم شرح المسلم وحسو غوري علماء انه كو اجماعين ان السنه تعرض ان سلامكم اجماعين ليس كو اجماعين لكن وحاوي ولادي دم متاخرين تاع اجماع واجماع سو غوري صح ما وخلاف البخاري واشار وحافظ كا هادلي وان منذر با كو سو غوري كتاب اوسط كا لبدا اثري وحي لميد وحي كجرا مسن عبد الرزاق ابن ابي شيبه اجماع مجرو علاد لسكو خلافنا وطائرين تلمامي لكن السنه وسد حديث كشاب روايه النساء انكم مره كفف سنيد روايه البخاري ومسلم ومختصره تي النساء محياه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الانصار وحديث انس وفرس ساق قيمه بدن روايه النساء كقيمه بدن صحيحين كلفظه كجرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الانصار نبي انصار بوقن جري فيسلم على سبيانهم عرطوا سلام جري ويمسح على رؤوسهم مدح السلاح جري تنتو تابن جري مدحا ويدعو لهم وانا ادعين جري نبي انصار بوقن جري مكو قرية ديتاكو عروت بنان كي يدولات وكو عيارة ونبي سلام جري مدح السلاح جري صلوات ربي وسلام عليه وانا ادعين جري انصار نبي مكو صلى بقى بو سلام جري سلام عام زيارة عامة زيارة خاصة لا صلى النبي يقن عليه الصلاة والسلام انصار واد بوجع على بلان كنا وكسوا بحين قوم لا يقان يا هاين نبي واس اسبوع كسو سو سلام جري حافظ وفكو تغ جري كو ودونا دمسدك او ايمان جري مركو او تغا هي لبا قابو سلام جري زياره خاصه اي زياره عامه بوقشو قد نبي هدو ربو انصار حافظ دو تغا هيا مسجد كو فريسن جري مسجد كو سرقعتين كنت كان وفريسن ايغو دنبا او ايمانيا عروتي با لكينيا هوينك با قيب دنبا ايمانيا رقي با ايمان هلكاس لو ودا اركايا وزياره عامة مساد قال يا برت الماميد أسقى برت لغو كل ما
haduu ziyaara khaasa rabana qoyska u socdu nabigu markaa u tegi jiray, markaa soo dhaweyn jireen, marti soori jireen, halkaas loogu iman jiray, labada qaab uu samayn jiray. Xadiidka An-Nasaa'i baa markaa saa ku dhammaystiran. Idan assalaamu calaa sibiina waa min asun, limaada waa min atawaaduc, carur maxaad kala hadlisankaa taagiba. Tawaaducay ka mid tahay, isdhuldhigidday ka mid tahay carruurta in la xurmeeyo, la qadariyo, lagu tarbiyay diinka in salaanta qaadaan oo xaq leeyihiin, hawlahaasa la fahansiinaya. Midda kale tawaaduc weeye. Qoliyadda waxaa jira moogta ninkay un markaa yar shaaximan salaama, yarka shani ka muuqdo, xogu koofiyad quruxsan iyo qamiis quruxsan iyo shaalkii u sheeran yahay bakoorad fiican wad, asalaam aad yar buu leeyahay, inta kale ku leexan maayo. Idan salaanta waa salaan tawaaduc mee, waa salaad ibdaro. Sidaa ma waa salaan danaysi weeye. إذن عرضت إلا سلامة تواضع ذاك الجرى قيم من الدين. وعنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحيري إن كانت الأمة أضنت وحي أهيد من إماء المدينة مدينة أضومه ذا كمدة لتأخذ تي قبسته بيد النبي نبي صوبان صوبان قعنتي سي قبسن جرت فتنطلق به ويلتك جرت حيث شاء ما شيء دونته نبي الله تذكر نحس كوها لما هي حاجة إيسو إستاك هل كاسان كوها الله يا anas wuxuu ka sheegay haweeney maskaxda laga jiro xugumaankeedu dhamaystirayn oo reer madiina ahayd yaa nabiga dhibi jirtay isagoo socdoobayo oo raggii asxaabadii la socday dhinaba alla waan ku rabaa ii istaag uu istaag gooni u soo bax haye waa u soo bax halkaa ii fadhiiso saacadii markaa nabigu wuxuu sheegay oo hadli ruux haddaa dhiman oodan ka cararin muxuu samayn maanta dhubba iska hadli nabigu ilaa ayadu daasho iska tagto u fadhii jiray calayhi salaatu wasalaam ruux yar xogoo dhiman ninkii la yar istaago muddo waqti siiyo waxaa leeyay laftigiisaa waalan soomaali waa taqaan asagaa waa dhimanba maxaa ruuxna ag fadhiisiyay ku leeyihi adayba ku weeraraya iska da asagii tawaaduca keeraya tawaaduca keeraya in kaanat alamatu adoontu waxay ahayd min imaai lmadiina kamida la ta'khudu biyadi nabi nabi maxamed gacantiisa qabsan jirtay xadiidku macalaa daahiri baa misal laasimka loo jeeda wadada oranaya wadada laasimka loo jeedaa bay dhaheen oo hawshan laasimkeeda wey nabigu al-inqiyaad wa u hoggaansami jiray al-inqiyaad waltawaaduc wa cadam atarafuc can almasaakiin ayaa loo jeeda ee ma aha daahirkiisuo gacantahay nabigu intay qabsatay jiidan jirtay maayo wadada dhehe wadada wuxuu calaa daahirihi maxay nabigu waa kulligii dadko dhan waa caruurtiisii weeye wax adiga lagaaga baqanya isaga looga baqan waa macsuum calayhi salaatu wasalaam zina iyo muqadimaadka ilaahay baa ka dhowro ka ilaaliyey marka waxaa weeye wax dhiban ma laha fatantaliqu waa la tegi jirtay bihi suubana ay kaxaysan xayitu shaad meesha doontay la fadhiisan riwaayada axmed baa cadaysa fatantaliqu bihi fii xaajatiha nabiga allahu qaala wax ila qabo waxaan ila qaad wax ila samee waa la samaynaya rawahu albukhaari hada waa min tawaaduci nabiyi wa karami akhlaaqihi khuluqi ilaahay ku abuuray iyo dulqaadu rabbi siiyey tawaaduciisa bay ku tusaysaa marka uun khilaafka xadiidka ku jira waxaa weye macalaa daahiri baa mise almuraadu laazimuhu laazimuhu wa can alaswad ibn yaziid qaala saxaabiga wuxuu yihi su'iltu caaisha cafad su'ilat caaishatu caaisha la weydiiyey radia allahu tacaala canha maa kaana annabiyu yasnacu fii beytihi qaalat kaana yakuunu fii mahnati ahlihi yacni khidmata ahlihi faida xadarat isalaatu kharaja ila asalaa caaisha waxaa la weydiiyey maa kaana annabiyu muxuu nabigu yasnacu samayn jiray fii beytihi gurigiisa nabigu intuu nala jooga annagaaba aragnee hadduu tago oo gurigiisii xaafada tago muxuu sameeyey nabigu caaisha la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu muxuu sameeyey qaal waxay tihi kaana yakuun nabigu wuxuu ahaan jiray gurigiisa hadduu tago fii mahanati ahli minka in la kordhabaa afsax ah walkasru waalid mahana in la yidhahdaana mihin waada ii qoraya in mahana la yidhahdaana afsaxa bacdu luqawiin baa waxay dhahaanba in la kasriya waa khata والكسر عند الأثبات خطأ زمخشر بايري والكسر عند الأثبات يعني عند المحققين نمان قلوا قضى يقان عربية ذا إن مهنة اللي هذا وخطأ أبوه أصدقوا نمان باكو خلاف سن أسمع باكو تاقر سن ورك أوشي رك باكو ري ومسألة دبدا أما فتحاض أيضا بلا خلاف مركا مدى بخلا خلاف كإن لحركي أيضا ولذلك نسخ فتح الباري إيا صحيح البخاري وحا حركي سن كردو maahir wuxuu hoos dhagu u xarakaystay ma garanayo yaa uu ku maagay kaana yakuunu fii mahnati ahlihi ahlkiisa khidmadoodu ku jiri jiray yacnii nabigu hadduu guriga yimaado ahlkiisu caawin jiray shaqada la qaban jiray raashinka la karin jiray hawsha guriga axad wax ka qabtu ahaa
halka intuu fariisto lugaha ay saarto wax walba keena halkaas soo dhiga nabigu ma dhihi jiray. Isku dhaqan iyo dhaqanka Soomaalida garanaysa hawsha hawl dumareed weeye, ragguna xuban bay leeyihiin. Warkaasay Soomaali ku socon jirtay wadaadaha bedelay, wadaadaha bedelay. Wahaabiyada maxaasinteeda ka mid tahay dhaqanka in dumarka la caawiyo, jikada laga caawiyo, shaqada guriga laga caawiyo, wahaabiyada la yimid oo inoo keenay Soomaaliya. Waa min maxaasinin tawxiid baa idin keenay, wax kale iska badaay. Marka yacni wuxuu u jeedaa mahanada waxaa laga wadaa yacni khidmata ahli, reerkiisu u khidmin jiray la adeegi jiray. Tafsiirkana waa tafsiirkii Sheekhul Bukhaari Aadam ninkii la odhan jiray Ibn Abi Iyaas baa iska la tafsiirka yacni khidmata ahli waa tafsiir raawi Sheekh Bukhaari ee ma aha taabiciga iyo saxaabi midna ma laha tafsiirkaas. Faidaa xadarat salaa, salaadu markay gasho, riwaayadii kale faidaa samica aladaana, iyadaana akhasu ah. Salaadu markay la gaaro, waqtigii la gaaray noqon kartaa, laakiin nabigu aadaanka maqla way ka khaasan tahay salaada gelideeda. Faidaa samica aladaana, markuu aadaanka maqla ama salaadu ay gasho, kharaja ila salaa, salaadu u bixi jiray. Intaa shaqadu la qabanaya waa caawinaya, laakiin salaada haddii la gaaro waa dhaqaaqi jiray. Qawl Bukhaari. Idan in reerkii iyo ahalka hawsha guriga lagala qayb qaato la caawiyo waa min atawaaduc, waa min khafdi aljanaaxi lilmu'miniin, waa min xusni almucaashara. Xaaskii reerkoo si fiican loola dhaqmo weeye. Idan nabanna waxay leeyihi baashaas iyo curfi ku dhigan isantaha curfiga carabeed, sidaas waa anaga curfana waa ka duwan yahay. Marka xoogow liidnaan buba keeni, haddaad hawshii la qabata gabadha guriga la waaga dambe waxa ugu dhiga orod hilibka gaawan ka keen, maaga dambe xafaayadda ay kuu diri, hawsha shaqada guri dhan bay kugu sii deyn bay dhehe. Marka curfigeenna waxa weeye in gooni loo ictibaariyo, halay ka curfi carab ma ahayn, waa dhaqan Nabi Maxamed, waa dhaqan shariico wey. Duqaydii carbeed inay dumarka shaqada guriga la qabtaan laysa min curfi alcarab walaa min caadatihim, waa maxay, waa shariic, waa sunno uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waa min diinihi. dumarku way badali jireen carabi, dad baa agtooda kama ahayn. Walidaalika fi luqatihim waxaa la odhanayaa afnada rajulu fahuwa shaykhun mufnidun, imra'a mufnida la odhan maayo waa baatil. Afnadat almar'atu aw alfatatu maqli mays, maxaa yeelay waxay dhaheen markay yarayd bayse caqli ba lahayne goormay canta tabtaa bay dhaheen. Ma fahanta warkooda carab meeshay ka dumar ka joogta waa taqaana meeshay geeyeen. Tani waa sunatu rasuul, ariiqatu muxamed wey calayhi salaatu wasalaam, dumarka in lagala qayb qaato la caawiyo hawshooda. Marka wax curfi ku dhisan ma ahe, waa hawl diineed weeye, saa u fahmay insha allahu tacaala. وعن ابي رفاعه تميم بن اسيد رضي الله تعالى عن العدوي العدوي ابي رفاعه العدوي صحابي الاورنجري وعن ابي رفاعه تميم بن اسيد العدوي قال صحابي وحوري انتهيت الى رسول الله رسول كليه بان كسو غاري رسول كليه بان كسو بيغمي ميل لرنتان كايمد وهو يخطب اسوغ امه ام حد وعدين يو وانيني خطبيني فقلت وحاري يا رسول الله رسول كليه يو رجل غريب نين كويتان اهي نين سوتان اهي غريب كويتان اهي اند مرغلي جاء يمد يسال عن ديني انا يمد انو دينكيس واخ كا ويديو لا يدري ان غرين ما دينه اي مسائل دين او حكا ان كوين لا يدري ما دينه اون غرنين دين تي زواي تاي بمعنى جهل بدل ما ان كغه سوغن اهي ويي مسائل ان وباهن بان جهل كغه سوغن اهي وا مسلم سو اسلام لكن قندر صحابي هاي سمركا ايدا نبغا خطبين و يوم جمعه رواية قال عديسي خطب النبي قلت تاني من بركو سارين يعني بركو سيدا عليه صحابي فأقبل علي رسول الله رسول كلاب يقوس الجسد ذي بعاني يقوس الجسد وترك خطبته خطبه سنة واجو جوا كتلي حتى انتهى إلي لا أنا سوق النبي أنا وإيه مدبر ماشي أنت النبي سوق استاج برتن كم سيدك فأتي النبي حلو كان بكرسي كرسي بالله كان وانبر أما جنبر 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 بالله كان أما كرسي بالله كان فقعد عليه النبي خطب الفريست كرسي أما جنبر كي وجعل حقوق قال سبحانه بالله يعلمه انه بريو مما علمه الله رب بري وبريو سؤالي ان ويدي اجا جوابي دين تبي يشرحي ثم اتى خطبته خطبه سي النبي تغي وادي فاتم اخرها انت ودم بيسي ودمايستر خطبه هلك كسي وتو سبحانه بكون انك وشو ودمي او دينك بري ايو النبي خطبه سي واتي واقدم رواه مسلم واقدم حكشي واقدم حكشي كنجر صحابي كان ابي رفاعه العدويه نبي محمد بان افكي سكقات سوره البقره
سورة البقرة نبي أبرابي من من الألف إلى الياء من من الفاتحة إلى إلى الخاتمة بنبي أبرابي صدرت واد مركو تكدو إيه وسلاتويل وتكنو بقرك بالله بجري عرج وصورة النبي عن كقاتي مركو أيضا رمي يوحك لو قدرك القدر جري وعرج جري صورة كلامك أنا خرنا يوم دبرك يا حنو قيامك يقول دير هذا لكن بقرة أنت ووري قدر كم حنو سنين بوري وصورة النبي والله صعدوري مركا كم حنو سن جرين بوري أدب وكش أبي رفاعة العدوي كش أو شو كش كنجري إذن خطبة ولا كلاجويو جاهل إن دين كسي أصل الدين لبرأي واجبات كسواء من السنة نبي محمد بسم عليه الصلاة والسلام هذوب كوا يدش الدين كإسلام كروينا أنصوغ له خطيب وإلى هذا الخطبة مسي ودي كرتين وين التوجس أو تراهية زوجتك تحيدك وقبته هرت معناها أشرح ماي معناها الله شرح ماي مركل تحيدك الله قبنية معناها سدا سدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول وألوم ميرنية مركو كوها اللي كدي بالله شرح دورا شرح وعينه الضنبي بمجرد النطق بإسلام كل جزء قال يحكم جاء هذو معناها بو يسن أقوانين مركض أمي رسو وكدقو مركض أيضا أشرح هذو أمي رين بعضين نفط قلب قتل سهل اسمه هذو اللي أوكي هذا فريز سوحلية يقان سوحلية يقان محكولة قال بدأ الله مبان ورطو قبالك سو يستك ده ده وحان ده انت مركو دمي اشرح ما افكي يقان نين حريف اقول هذا وترجمات وكفي عام هو شوي كلف الرئيسة مساوي التوحيد يروح ان لو لقينا لو مري ديب لو ما دغي كرو خطبه ان دمهيستي اي كاد هدا توحيد وان كو قبان دوناي فقط كفرت احنا في قاده قال خديب كو قالوا بالا سودا جن خديب كلا صار هيا هل سو يسك هذا قرب قال هل هو شافو ديسنينا خطبة الجمعة إسكت ده وح قالي واخذ تالس وهي روح عطولة توحيد كه الله يقبض وح وح كاستوال لجوجين هي كتوحيد كوقبتان كذب وح كلا أشرحة حنا في وحيد هذا ترى سوق وان هذا كان رميستي سوق حاجة عن كتش راي وحاول هذا فقد كفرت إيه لماذا وحتى هل يكون نقطي إن روح هذه ساعات سكيمة وباق كسي هذا أو كسي جرو قال لما ديس ورد بالكفر كفر قال لما إن لو قرها النظوة قال لما إيه إذن هل سوى إسكي إلالية رجينا مساجد الجوجا طلبة العلم جا معلمة الدكسيدة الجوجا قوليه إن الدكان ما إسلك شقيستا تذكر إذن شقية مذوق قال هذا إسلام كأقوي يرى مركز إسلام كان سوق إسلام مركب كوك قبطة دي بهو دقيرة هديك كلا قبل كون دعبة قالوا بيسا إلالية دين توين قيمة إذن لا يلتو شيء وين القدرسان شيء هذا يستطيع وين قيمة كله يشوف مدة أقوي يرى وقت كبحيسه كي صوت دون تيادون وقت وكبحينين إسلام كي قبل كوي دام الدين كي سوق قري بتأوري جنسان وأنا أود ماشوا عن الله وكانين لح بلاد نين دكان الله صمد أوري جري سوق سنة هذا ما ده والإسلام دون طاي شغلة سبع نعب سؤالها لح بلاد فهالي سوى وش إسكيل علي قبل دسي لوم مرمرنا يسمى لوم مرمرنا يسمى كل ما تي سو أفريقيا وايد كشيء كي وحكاد عينك وحقب سلام كأنه حنوسني يا أصيغ بتلنا قرآن بالله ساركي قبل دسي أوري شيء إيش ده إسقليه قبل دبالة ضو ضو هالك عنا كل دكتة وترى أنت نوش هاي إن بان نبض هاي ستة ما إنك تقلف ترى هذا نار بكسوق يسوق ترى هذا ورد ذا بكتك تو واش وذا بقران سارة تذكر حقه الإسكيل عليه تذكر ضحك شوكتان قال هذا حقه الإسكيل عليه دينك جارسية ضد جارسين ويدا أيق ويصوت دورتين ويقول ده على دي بيان لورد يقول نبي محمد معانا إن غريب وكويتو دين كسر وإلا برو نبي خطبة بوتشي وأنا المسلم الدين تيقان لكن مسائل دين الدنيا واجبات ان لو سحو ربا حرامي حال بربا ان لو سحو نبي واجوجي لانه خطبته كسو كرتا موقت وواجب موسعه خطبته لكن كان هو مضيق حلك يسوي يبلغ ما انزل اليك من ربك انا بقول يجي وينو غارسيو مركوش هذا الاسكري الى علي وعن انس بن مالك رضي الله تعالى ومن تواضعه عليه الصلاه والسلام تواضعه انه دح اسغي اتغي وحال ربي انه سو سحو قال هوس اسمه هذا خديب كأنه هذا أوفي عن سؤال كاس الدلاء هذا محورنا يا قال أيضي يمو إنه سود وضوء يمد مدعزة هذا ما يمكن
koofiyadda u saxan cumaadda u feeraysan ma rabo inuu saasuu rabaa inuu soo dego ma rabo warkeenna war kale wey soomaalihii war kale wey dhan maxaad baa soo degay ninka u yimid dhexda ugu tegay ilaa nabi kursi loo keenay kursiga maxaa loogu dhigay saxaabada u dhigay waxay rabaan in la maqlo codka suubaan ilaa makrofoon ma jiro dadku waa buuxaan in nabiga la arka afkiisa iyo codkiisa la dhagaysay doonaya وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث كان صبن وحوها إذا أكل طعاما هدو الراشين نبي عنو على الفضو لعق والليف في جري أصابعه الثلاث فري صدح والليف في جري فروم موت سنجري فري هو كوية للراشين من دي لسي يفرح على شيء من نبي مسلم ينجرين وموت سنجري والليف في جري سمالي ما مركا أن سنة كور قبلنا حمام ببو أركان بأ waan bay u arkaan in iimaan la'aan ay ka tahay iyo ama raashinku deeqi waayay iyo in raashinka lagu yiri waxaas iska dhaadhicinayaan xataa bisinkay ku kacsan yihiin qaybo kamida mid baa raashin loo keenay bismillaahi buuri war bisinlaan buu ku deeqi cun buuri maanka allah ka qaaday soomaali waqti qaaday dhibkeeda bisinka xataa khalad bay ka fahasay bisinlaan buu ku deeqi cun buuri wuxuu moodayaa bisinka loogu qabanayo inuu bato raashinka la saluugahay uu moodayaa برك اي دين تاي سنه طيب ما فهمسن لعق اسابعه ثلاثه صدح موت سنجري قال وحده انس وقال وحو كو نبي يري اذا سقطت هداي دعده لقمه احدكم متكين افجلسك عد هي لبقى ما عد مسقا اما بريس هدو دعو فليمت هكتر تروها كزوري عنها لقمه دعدي الاذى وسخد يدبكي عرده غادي ولياكلها عنه ولا يدعها للشيطان شيطان سو اوغتك ها عنها استعمال ديك روح كلاسي لكن ماشي لوغا تك شيطانك علفني وامر نبي وحو فري ان تسلت ان لم يرديو فري القصعه حيران لم يرديو لا ترتر صحنك ايو ويلك وخ لوو كيناي فرح بسمه ايغونا ولا ترتر هيا لفتو من السنه سومالي قار كنت خلد بك فانسي ولا دي كو دعايدن وحي دهر راشين مركو بران بدن يان وحي دحيان با يري وحا سنده كميد ان لم يرديو سلك لا مرو bay oranayaan bay dhe markuu raashinku ku yaryahay ya markuu yaryahay way dhe markaas dhe waa in faraha la muudsado salka xeerada la murdiyo markuu badan yahay waxa oranayaa waa in wax looga tagada wax loo reebo dadku wax loo reebo dadka la caawiyo weel lama maray muslimka ka naxaaya saaqil qawmi aakhiruhum hawlay kala turayaan bay meel lagu dayn maayo muhiimadu sunnaa in la dabaqo raashinka ama habbadna ama yaraade haddii dad dhammayn weydo isku dilimaysid oo baal ku badan yahay ilaa kaadi weelkii madhnaado raashin ku hararaya xeerada dhinacyadeeda iyo dacladeeda iyo salkeeda ma wanaagsan waa in laga qaado la intaas ay barakadu ku hari kartay qaala subhanahu wuxuu yiri markuu cileynayay xukumkan dambe oo xeerada in la murdiyo ama la tirtiraa fa innakum idinku la tadruuna ma ogidiin oo garan maysaan fi ay taamikum raashinkanaki ay albarakatu barakadu ku jirto oo nacfiga iyo barakada mana samaa ka soo dagaysay iyo sunadu kay ku jirto garan baysaan marka minnaha ka tagira wey rawahu muslim idan waa min atawaduc farahu la muudsado waa min atawaduc xeeradu la murdi waa min atawaduc kibirkay kaa tagsiiraysa qoliyo kibir dartii aan faraha wax ku cuniso mayda arago qaade iyo fargeeta raadinay urwaa sidee fariyaha musqusha ku galay in hawlahaas ma isticmaalay musqusha yada ba golada ka soo baxay meesha wax ka soo baxayna la fadhiye maxaad sheegaysaa waa edab darro dhaqan gaala weey waxaas uu san ka taagaya midda kale gacanta wax lagu cuno matii lagu siiyay ba ya tii lagu siiyay bidix bay ahayd tan wax lagu cuno waa midig way hawsh way kala duwan tahayba mid ka nabigu gacanta la iska dhaquur hal isna dibi dhulka lagu rumo saabuun hal lambari waa nadiif way hada rushiga dadka maxaa lagu salaami musqusha waxa kaga soo baxdo nagu soo taagis qaada bdar kibir kala way waa kibir dhaqan gaalo wa ana bi rut radiyallahu ta'ala anhu hadithka waxaanu ku soo maray baabki 16 kan hadithka ana sayno dambeeyay وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ما بعث الله إله مدر النبي النبي مدر إلا رعى الغنم أرب الراعين أو تشري تشري دقي تشري قال أصحابه النبي وحيرتي سوحيد هذه وأنت النبي الله أذوقنا مرة عضي قال سبحانه وحيد فقال نعم هو الراعي كنت أرعاها أربا راعي تشري على قراضيطة
لو شليمير بان كون راعي جري لاهل مكه انا اقول راعي جري او البخاري واحد كوري اذا من التواضع حولها شيء او نغول وي نينك اري دقاي اي بربخيي اي ميل كاسو ساري او دول قاتاي waxaa way dadkana wuu maamuli kara wuu ku dhax jiri kara wuu u dul qaadan kara علي وحن شرب انه صوم مره حديثك رواه البخاري وتواضعي كان بتاي صدرت ضدك ارغ ضدك ضقد حولها نغولك ارغ يلود يو كون جيلدو واي اسكلا وينو سنكاي تاغان واي سان واي قورسدان marka ina adu nin weyn u dhigata ari ina dhaqaaleysood xiriso oo dhaqdo waxa weeye waxa ka dilay ka baabinaya kibirki isla weynanki isqadqaadki wa anhu an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu aynu sallam qaan nabigu wuxuu yiri law duciitu hadii lagu yiro kibir meeshan lagu baabiyay law duciitu hadii lagu ila quraacin dhilaan dhil lagu yiro quraacu wa anqa wuxu ka hooseeya qoobka anqa wuxu ka hooseeya raafka ariga iyo inta mijinta hoose ah ayaa quraac la yiraahdaa law duciitu hadii lagu yiro ila quraaci dhilaan dhil lagu yiro ama qoob lagu yiro أو ذراع ما ردن لا يغير لا أجبت جمع بين الحقير والخطير بين قوليها حديث كشرعة ورنت جمع نبي حكم من بين الحقير والخطير شيء النبي قوة شعلاء إهل قوة شعلاء وردن كي يقرب كنبي قوة شعلاء وشيء خطر ذراع أصغ أما حقير هو كراع يا حكاد يا هدي قوب كحولها وحكوها سيئة بلانيش وحكوها سيئة يعني هو من عدي ميلا وحولا قد ينوي nabu wuxuu leeyahay shay sa u yara diliiso hadiyay ama la igu yiro waliman waan tagaya hebel ba waliman oo samuxu samay boosho kirba lagu yiro kulay Soomaalidu mana waa weel noogu yirahaya waa rajinnare rajinna way reer dambaba alfade dal dambaba ku degare law duciito hada lagu yiro quraacin dhilaan dhil lagu yiro ama raaf lagu yiro ama qoob xoolo aw diraac ama dhudhun لا أجبت وان يلي كراعيب بيدان قولي عرب داد دوك بالك أسواب العرابة من جمه دقاق سوما بلقو إبراي شاينا بلقا سوى الدوب فيها أسواق كنت نرع أدونك اللو الدوب فيها أحولي نسكي بداي باش أرديها قرب قرب تقويس لوقت يدو انت نلاك يدبا بلو الدوب فيها أو مرق لقا دياريا إيا فوت آن لأرق كريم با مرك بابد كبير سنتي لا أجبت وان يلي لهابو ولو أهدي هدي تاوى وليمان إلا يقول هدي أنا دي نبي الله لغو كان محاط ما إلهي ولو هدي هدي ليس هدي أو لي كان سلان هاني حرمان ليو كان إلي أنا قد راع ردون أو كراع أما دلان دل لقبلت وان يلي لها أعطي العبد كراعا يطلب منك ذراعا بعرضه ما معان أعطي العبد كراعا أدونك دلان دل سي يقوب مركض محقات البنية ردون كينا سوى راعي بكله كان marka waxa way kala sareeyaan diraac wasa waa macquul laakiin quraac wax loo dhawaadamay nabiga qaayo uga jeeda ninka ruuxa muslimka waalka wuxuu kugu xurmeeyo ama kugu yeero lama fudaysto laga ma kibro laga ma santaago wala weynaysta ninku tabe kama tagin baa la yiraada aati alabda quraacan yadlu minka diraacan way marka sidaas way maxaa sa loo leeyahay nabi wuxuu nabigu isla weyn ku diidan yahay santaagid uu diin yahuudi baa marti qaadi mid muslim oo faqira marti qaadi imaam xawayni baa marti qaadi waa yeelaya wax yar baa loo keenay aan nabigu waa xurmay waa weynaynaya maasha Allah khal baa loo keenay waa amaanaya yaani khuluqa ilaa inuu ku siiyo waa fadli min Allah waa nicma isku day waaga dama dabiici ku noqonaysa rawi al-bukhari baa xadiid ka wariyay meesha horeen ka tagay maxay ahayd xadiidkii aynu soo maray hore xadiidkii Anas لح بقولي أفر وصل حكولي وذلك هو معلق بقوله يعني بخاري با معلق وحاوي بخاري با أحد الشيوخ يبو إلى لا يكور يا حديثك وقال محمد عيسى بول محمد عيسى طباع وي قال محمد عيسى حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك سيدس وكورنية وذلك محمد عيسى طباعنا بخاري وسوق علي لو بقول لباطني أفرت محمد عيسى طباع ودنتي أبو داود بسطوس بواسطة كقاط وكورية في سننه ترمذي من ماجه النسائي بواسطة كقاطان بخاري أبو داود نيا حق يا دأوينه الرئي بخاري لا شك مركب بخاري كان سوق روا من شيوخي لكن حديث كان مركب ورنا يو ميلو كعدي بالسماع متشرو حدثني نمدهن أخبرني نمدهن
أنبأنا يحدثنا أنا مؤرني وعورق وقال محمد عيسى الطباع حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس انت ومعلق ساسا لو يقنا ما دام هذا وصن بخاري هذا سوق قالوا أن له بين أنه ستة صحوة قام مغلي ساسا وتعليق أغو حكومين إعلا كلام قبل حديثك وصوه موصولة وحاوري أحمد وإذا حدثنا هشيم أحمد بطوس وقاته لأحمد عيسى الطباعي أحمد وأقران مسند كيسة طيب حافظكم نقطة تنوحول وغل لحذي الطريق أحمد وبخارة أبا هذا أحمد بن تكوري يوسمر له هشيم عن أحمد عن هشيم عن حميد عن أنس بكور الله بطوس أونا وذا لكن حوغل لحذي طريق أحمد لم يصرح هشيم بالتحديث وهو هشيم مدلس لكن طريق محمد عيسى الطباع هشيم يصرح بالتحديث وحولي هاي حدثنا حميد الطويل بوليه انت سو طابنا ولا يروي البخاري عن هشيم الا ما صرح بالتحديث هوش انا استغرابا كو اغادي بول حافظك والله هذو شيكتنا ولو دي هيا والله وكر وقفي عيا لكن ميلك له ايا جرتو هشيم وكغا وريو بخاري بالعنعنه يا جرت لكن روايه كلو تحديث وكينا ودبا دغا إنه حافظك سدا وجهه با دحي كرتا دمبل وعن انس بن مالك رضي الله تعالى قال كانت ناقه رسول الله العضباء هش النبي محمد على عضباء الرجل دغه عضبه هو دغت نيف كل جيخ ولا دلاعيو ما كلا غوي ما اي لا فورو اما لا جرى ما اي غرانت وما كيدو دغت سيده لا دلاعيو دغت هلهله اي جبت كان الناقة رسول الله رسولك يشزح العضباء الأورنجري لا تسبق مدان لقبض النبيات هذه لا لترتنسيو ولا أرطمو لما تنافجن هذا أدو لرئيسي هذا أدو أرده أو مثلا لا تكاد مسجد جرين تسبق إن لقبض ما يسنسل جرين نيف جيلة أو كبضية لب يدد من مجرين فجاء عربي نرمي أيمت وعلى قعود له قال أولي دول صارا قعود هو وقال إنك لقب الله بسنة إلى اللحاد وقاري عند العرب القعود لبتشر إلى اللحتر بقال اللي هذا وحكضم بي جمل رتوي تضبي سيد مردو قارج رتبي إلى هذا جمل بي إلى هذا أما قعود ضيق الآن لبتشر إلى اللحتروي ما قرنا ونقال إنك أنت أنتاي لكنه وضب الشنجر مضحك لبعه رتي الشنجر الله أرنها يا أما قال إن قربوين الله أرنها يا مرك أيضا عند العرب لكن سنة كلابات إلى اللحاد وقال فجاء عرب بن رمية أيمد على قعود له قال أوليه دول صارا وقال الثانية مركز الله ترتمي نبي محمد يوحى ترتمي إنك رمية هاش النبي وسيد داي إنك قال إنك وسيد داي قال بابا القبول لقاري كرب ونقض فسبق هاش بكبد قال إنك قعود برافي فشق ذلك على المسلمين مسلمين تأرين تصار دفتي عشان يحدث الله رافع قادم واي حتى عرفوا إلى النبي قد رأينا إن يدب السدين مسلمين تو إن هش عضباء اللي قب بدي ما أنت أو بسط اللي قرر يا بيا هباسك ويكحوا ما هذه النبي قد رأينا رواية حديث يقول لي وكتب ما قال نحوق ويا بخاري بكتب تاي وقالوا سبقت العضباء هيدا المسلمين تي ما أنت ولا هش عضباء اللي قب بدي وحبهم بإزواجه ما أنت ولا رافع ويكحوا ما هذه فقال رسول الله وحوري حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه نعم حوري ترتيب دجية لا بشيء يبقى كنت هذا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم نرمي الله ترتمها يا ونبي الله ترتمها يا عامد يسي كم يدعو إذن ما نو ما يا نين إيدك ما دقال كيا نين وضعي أكيد ما همش رمي بنبي الله ترتمي هاش يسيب الله ترتنسي مركز حق على الله إلهي وحادوشي صار واجب كوا وإلهي إسا ساري الله يرتفع انه سكر نقن وسن سودا لبخين شيء شيء من الدنيا حولها الدنيا كميدا الا وضعوا دول بودغا دول كو دغا الهي دو اسقط قادو دول كو دغايا ولو اف موقتاي ادو ولي بكر سوده وحكلاب لمودبا دول كو تغايا وي شيء الدنيا هدو كر نقدو الهي وحب بلن قادو واغد من دول كغييو هاو دينان ما دينتو الهي واعزيه هوس ما غييو اولا الدنيا لغا هلايا إذن هوشا مركا تواضع إذن لقاء يمسمين تولونا حريص إنتاسو إمامك كاقاب سدي مركا دقن كاسي النبي صلى الله عليه وسلم عن علمي عمل بي نقود تسيوا إن لقود دالو لقود رغمه باب تحريم الكبر والإعجاب وحو باب هاي كبر ك تواضع بالصوشيك وعكسي جيسي وزدوا لقاء إمامك
isla weynanka iyo isu bogidda icjaabka waa inaad ismahadiso, waa inaad ismahadiso oo tiraa yaa ka fiican, maba mutakabir ma tiidba. Xujbigu iyo kibirku way kala duwan yihiin. Kibirku waa inaad isla weynaato oo sanka taagto, xujbiguna waa inaad ismahadiso. Ismahadin baa leedahay, adaa isu bogaya inaad ugu aad iyo aad u fiican tahay iska dhaadhicinaysaa. Dadkan meesha fadhiyo dhan ba qur-aan badan ma akhriyan, ba adun baa qur-aanka akhriya. Salaatu lillahi fiican ma tukan adugu, laakiin waxaad tahay qawaamun billayl saa'iman binnahaar. Adaa waxaad ismoodaysaa dadka inaad wax kaga fiican tahay, min kayri takaburin calayhim. Farqi baa u dhexeeya ismahadin iyo isu bogid iyo isla weynan wey. Idan labaduba waa xaaran. Kibirku marka axkaam buule, marna waa kufri marna waa kabiiro. Kibir sagiira aan ma jiro. Kibirku sidiisu imaa yakuuna kufran wa imaa yakuuna kabiiratan. Alkibru cala allahi wa cala alanbiyaai walrusul wa cala alshariicati walaxkaam waa kufrun mutlaq. Ilaahay in lagu kibro oo diinka lagu kibro oo ambiyadii rususha lagu kibro oo shareecada axkaamta lagu kibro waxaa weye waa kufri, waa gaalnimo. Wixii inta aan ka ahayna waa kabiir min alkabaair. إلهي با وخصيصة من خصائص الرب لما أقول إن لما شاركي الله إسكالي. قال الله تبارك وتعالى وحجري تلك مداسي وتعظيم إشارة الدار الآخرة ودارة الدنبي هوشا أنغسو الشيكين النبي محمد ودارة الدنبي آخرة آية نجعله وحنوية الله نسينا للذين كوا لا يريدون أن دونين أدونك مكلا جوغو علوا في الأرض علوا في الأرض dhulka inay ku kibraan sanka taagaan sareeya sareen diinad bala rabaay sareen adduunya ma aha hawshu walaa fasaadan fasadna aan doonin ummadda ay fasaadiyaan ummadda ku tuntaan xaqoodii diinkeedii dadnimadeeda ay dumiyaan laa yuriiduuna culuwan sareen iyo kor isku qaadid aan doonaynin filaad adduunka lagu kibro walaa fasaadan iyo xumaan aan doonaynin baa janna iska leh ninkii ka badbaaday alculuw oo kibri ah iyo alfasaad ifsaad fadaa cujbiga iyo wixii la halmaaday baqiyo dulmiga ah ayaa janna iskale. Walcaaqibatu cidhibta wanaagsan ee dambana ayaatiinka wanaagsan ee dambana wuxuu u ahday lilmutaqina kuwa alla ka cabsada. Waqaala tacaala marka iska ilaaliya sareynta alculuw waxaa lili waa caadatu fircawn walifsaadu wacaatu qaaruun badhan ahlu tafsiir qur-aankii dabagaleed fircawn meesha lagu arko culuwi baa lagu sheegaa iyo isqaadqaad qaaruunna ifsaad xoolihiisii dhaqaalihiisba uu isticmaalay masaakiinta inuu ku dulmiyo ummadda ku baabiyo oo nabi muuse ku weeraro waxaad gudub marka alfasaadu waxay dhan waa caadatu qaaruun oo min qowmi muuse ah alculuw watakaburna waa maxay waa caadatu fircawn oo qibti ahaa. Waqaala tacaala ilaahi wuxuu yihi walaa tamshi fi lardi dhulka ha soconin maraxan xaragtu kibir santaaga ku socon isqaad qaadid tamashlayn in la tamashlayo ila kibrada wasaaraha loo samaystaba ma maqasheed magaceed ya wasaarada dalxiiska soomaaliya maxaa la odhan jiray ma taqaanaan wasaarada tamashlaynta loo tamashlayn tamashla ma taqaanaan war cadaadi walaa tamshi ha soconin filaado dhulka dhexdiisa maraxan adoo sankat ay mutabakhtiran isqad qaadahaya xaragoonaya. Waqaala tacaala wuxuu ka rabbi yidhi walaa tusacir khaddaka linnaasi dhabanka dadka ka jeedinin kibir dartii qolyaa markay kula hadlay xataa inay sii jeestaa maan weji xataa ku siin maayo qadaadkii jeegadii dhegtu kugu duwaaya walaa tusacir khaddaka dhabankaada ka leexinin kibir dartii للناس عن الناس ضدك حق ضدك كل حين سو قابل ستو سو قابل وجه سفيري ولا تمشي صعون في هذه مرحا دولكنا كبر يحرت كبر اس قد قدها كصعود ان الله لا يحب الرب ما جعل كل مختال من كستو اس قد قادة فخور فام بدن ومعنى تصعر خدك للناس وحاول امامك كيري اي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم رجب فسريا ay tumilu dhabankaad leexinaysa wa tucrudu bihi waanad jeedinaysaa caynaas ummadaad ka jeedsan oo dhabanka ka duwaysaa takaburan calayhim adoo iska weynaysiinaya iska saramarinaya walmaraxuna waxaa weye atabakhturu waa xaragatu kibirka weeye xaragada isqaadqaadka kibirka ku salaysan
وقال تعالى وحكوا ربي يري إن قارون كان من قوم موسى إنما ذير بيها نبي الله موسى الله الشيخ قارون وحوها نبي موسى قوم كي سوكت سان ريب بن إسرائيل بؤها على شديس فبغى عليهم بواكو كبري سنكو تاغا واحد قد بينين كاسكا قارون إيه قارون وآتيناه وحانو سينما الكنوز كيد كحقي سي فريزا ما شيء إن مفاتحه فرياشي كيدك سي بخاريزي مخزن نديسي لتنوء أي عصلين بالعصبة الجماعة فرضا الله صار يبقى له أما الرق دور يتبقى لهم باقاضي فرياشي هذه فري سيداؤون انت لك هذه مخزن نذي يبقى خاردي هنتدو كجرة محلم وداوي إذ قال له قومه حلا يتلكي كويلة لا تفرح تذكي في عناوي تبنوا سنين للمسلمين بي أهير وحكو ده وحبان كبودي إم 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 إيه لتنوى أي عصلين السؤال كل عصلان بالعصبة جماعة والقوة أود صاحبة تفسير قوات قناة ودول مرايع علنا أيضا إذ قال له قوم تلقي كون لا تفرح وراح كبر وراح حسمودين وراح الدنيا فرأي دق دق يا بخرة إب حمص عضاني هاي سدبن بعده إن الله لا يحب الفرحين أي بالدنيا الفرحين بالدين إله واجعلي هاي والدنيا لقاها الله إليه سياغة قطوصة هاي إلهي ما تشعل كوة الدنيا دا كفر حقيقة وحمودة إيه كو إندا سرعا دا إيه قصصة وابتغي فيما أتاك الله دال آيات إلا ديرات قرن إيسان إيه قوليه أهل خير كاي أهل علم كاي كدو دين كوة أهل الدنيا دا إيما آل كقارون مشو كدن بي فخسفنا به الأرض فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرون من وما كان من المنتصرين إلى قوله تعالى وما كان من المنتصرين بو. يعني أصدق يقول كيسي يوحو لا أعلم بردوك اللقو يي وحو هلين مهلين أصدقون مهي شنكرو نوك أصدقون إزدفاعا واناكسن هدو حقو الله عيفانا تلكي قرب استك طلا مالها أصدقون الطاقي طور مالها إلهي سبحانه وتعالى ميل بارنو ساري لكي بالا قادة جيئو كد السعون يكو كبرها يبا لقبو هاو شاء يدا مكنا من مصاحبا رأي مي من الله بيكا قد عذيب والي جادا قصوا حالا جنبي له موسى ومضي ريب نحتاجون خطبين هي يوناق حب وانتو دقالة فربنا سوسي وعوري وحتى موسى يجزن يستده قارون حرف ربنا توزي نبي موسى مضي الله الله يستقطي وعلى موسى ما حد إله كعب صدق الله يزاه صادق كفر عشيم ما نما أنيقة ها أديقة وإياري إلهي عوري تور سودتشي إمانك أين بدبادي وحي أبالي إلهي ريب نسر أقرأ ورم بكشكي إله الله سنكو قدر شيء يا هوش نكو سودي أدو مبا ما دو كف كريني بلشدن كدح يستاق أدو ما دن كيني يا كدن بي وحي تري أدادي داري سي قارون باحو ربضان إفوشي وصار لإيري أورس كتكبو ايوان طوبت كان عفي بيتي ما دمر نقول ما ادو عفس بس قارون بو اله قارون وارتا مشو مرهي و خيو سمي الى يحول قارون مساس و اله ما حد ربتا اي فزح دول كان كو امر و حد كو سمي با لي دول كا يان امر سيني ادو امر ادو امر موسى يا ارض الله خذيه بر خذي قبو دول كي با مره نوغي ترتيب ترتيب وسيبي سو على علي انا ديرو وأن طبقة طبت مرة من نقول ما هل مر يزيد بكل لقي لو كنت تجي قصة هذا على سوق جوريا قلنا وحي الشيء كانوا سوق جوريا إلهي بينا من مصو قلب أت كذا أنتوا أذق كبري أنا هذو يبري لها ونسيد دين لها نمس نبي آدو وحوا وحوك بدر هي قال هذا أنا كوك كوك كم بوا إلهي بقران زك كشك نبي محمد وكوك هالقبص يوم بدر محبست الله سوق بطي عبد الله بن رواحية النبي حكاش عمر يحكى له أبو بكر عمر سوى النبي الله نول با تضباطا كان مقارن هي نول با إنذيرك أديب ماذا حانو خاقر ري عبد الله رواحية النبي الله نمان كان رمان تطوكحي توقن عقيقة يعني حابك بوحنينا وانشدينا طبق ممكن عركة قبصته يعني كو قرينا كل قد نبي حول يا أذيقي عمر يا عبد الله وحاد شبه هذه نبي موسي نبي نوح نبي موسى وكيل يشكي سورة يونس دمات كذا ربنا تمس ومقرنا يزال واشدد الكاس الكاس المرتين بول نوح نمحي سورة النوح لا تذر على الأرض من الكافرين الديار وحاذ شبهين بول نبي الله موسى أي النوح أبو بكر وحنا نبي الله وإل ما أدر وطل قال لما بالله تكتي وحبها الله ينبولي وحلقي يبيني توبات كانوا إسلامان قيبة كمذا
inaguna hadda xogo xoolan u baahanahay dhaqaale dhaqaale inooga qaad aan ku xogaysano hub ku soo gadano iyo fardu rag iskaga dhicino iyaguna barjaana si ay ku toobad keenaan nabi wuxuu yiri waxaad shabaadadu ibraahim iyo ciisa in tucadhibu fa innahum cibaaduka wain taqfir lahum ibraahimna muxuu yidhi suurata ibraahim bay soo qabtaa mise xijri bay ahayd dhammaadkeedii faman tabicani fainahu minni waman casaani fainaka kafuurun raxiim idan ambiyadooda waa kala duwan yihiin amaba ilaah khuluqi dabci buu geliyey intuba ammaanan oo meeshiisa ku fiican qaaruun marka halkaasuu ku dambeeyey marka kibirku cidhibtaa xun buu leeyahay ayaatinkaa xun buu leeyahay ha la iska ilaaliyo wey waliba masaakiinta ha la iska ilaaliyaan lagu kibrin aayaddan suuratulqasas waxaa nagu soo maray baabka 56 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عينه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جنة مقالو من دول كان هو هذا في قلبي والنيس وكجره مثقال ذرة وحير قدر كيو من كبر إسلوينا هذا الحديث على ظاهري كف سرطه وحاديه وحير وشريعة ليس كوين إياه أحكام ربك وسنك لقدتا إلهي رسول كسو لقو كبراء كتاب القرآن كو لقو كبراء وقال لمسجد جنة قلي ميست لأنه وحنا نسوش الكبر على الله وعلى رسوله وعلى الأنبياء والرسل وعلى الشريعة الإسلامية ومحي جملة وتفسير وكفر الكبر على الخلائق با كبير من الكبائر الضمها رحضوا ذا يا كبيرة لكن مر هذا الشريعة ذا الرسول شيء الدين تي الله جشوا وقال لهم حديث مركزي سو الدينيسة وحب أول ما يصير تأول كيش وراح ولا سؤر ده وما بهند لا يدخل الجنة جنة ما قالوا من كان في قلبه قلبي سروحه كجر مثقال ذرة وحير قدر كيو من كبر وإسلوين أه قال رجل نبا وحوري إن الرجل نبا وشكي مرق حوري بأما كبر كل شيء هي جنة لسكو دي ده هي آت أدوك قصة في سنة هاي إن الرجل ننكو نبا الله يحب وحوري أن يكون ينو هذا طوب مرديس حسنا مروان أكسن أو قروح سنة نظيفة ينو حلو ونعله حسنا كب ونأكسن أو يحدو جعله نبا الله ما كبر يمد ده يلا نبا حلو مايا قال سبحانه وتعالى إن الله جميل إلهي وقروح سنيهاي يحب الجمع قروح ذي بلعي وناقنا واجعليهاي الكبر كبر كل شيء هي اللي قالوا بي أما جناء اللي قروح سنيني هذي اللي قواركو بطل الحق حق الذي دوي وغمط الناس يددكو الله حقر ولا دليستو يددكو الله حقر ولا دليستو كاوي كبركو إذا نبو حو جمعيي كبر كي قال لماذا هايو ها كي كبير ذاها بطر الحق وامح حق الذي ذو الدفاع وسنك لو دفته وكفري ددك ولا قورسدانا وكبير من الكبائر لو انا بسكو كاكين الكبر كبرك وحاوي شرعته اي كذا شيء ديدا ان لا حرغودو بعنا دركه در قورسن لا خيدو نظافه لو دداالو لا يسقرخيو بلعي شان اي كا موقدو عيب ما اها منا منا عينو ان dharka u qaadatay hibada kaga saray martiba ila ogalay yaan lagu caayin ummaduisa kula yaabin bal dhar fiican xiro waa okay dhib malaha isqurxi waa dhib malaha laakiin hebel marada mara kasii suu xulana iyadu waa mamnuuc waa laba qasid way kala duwan yihiin yaan lagaa mara quruxsanaanin hebel dharku soo xidh dhar ka sarreeya waa inaad xidhato niyadaas iyadu aafo kale wey رواه مسلم بحديث وريه بطر الحق وحاوي دفعه الا للريح شرعي ورده علنت سلو علي على قائله روح شيغي حق لو تورا وي ورما توكتان ورما كا قال ان صلاه دانده ورما مسؤول نغا توكن ميني احمد محور من قال من قيل له صلي فقال لا اصلي فقد كفر احمد حنبل نك لو توكو الى توكن ماي عور قال لماذا ama tarkigan uu qirtay ku gaaloobay ayuu socodba tukanayo ama diidada uu diiday xaqan uu si qalafsan u diiday ku gaaloobaya al kibru batarul haq daf'uhu wa radduhu marka iska ilaaliyo rawahu muslim maxaa ka booday batarul haq waxa waa daf'uhu in sanka lagu dhufto la diido xaqi wa radduhu cilintisa cala qaali ruuxi la yimaada lagu celiyo dhowr boqol oo sano ay wadaadihii Soomaali la taagan yihiin war shariicada kitaabka rabbiga ay qaata siyaasintan maxay leeyihiin diidnay
هدي لا شرع ما كرق ما ينام شد الدستور أي زي نو معه أي زي إيه نو كذا غلي زي كنت أنا زمالي إذن كيف أوصح بينه مع الشحرات اللي لسه على هذا كي شرع عليه الدين نبى مسؤول يديا أو ضي يديا أو كين سنة إنسان أو نينك وح كشيء أنا الفوق هذا إنسان سكيل علي خطر وي الصومالي وحيود دقيلة هاي ها كتاب كربي جبه الدين والدين دستور يبين الكود يهربكتو تليانو نوغتك يانجريز انجريز يتلياني يفرع عيسي مقع صمايد وتيبا يا انهايستا كونسال بقول يكون الى يوم من هذا عام جاهل محمد هرتاغيه او علماء المسلمين الصوماليين حكم كنيه تلدي ان محال علماء او ديدين او كلبا فجيست حتى كذا اسك دقائقو مش لو كينيا تاما كو غراتان ان لا يدين تلن هيو امده كايدن وطان ويدن كايدن تشن ولي صومالي مرك ايدو تشن زي جيدك كانتا نن علماء ودي وايلو اخيارا مسكور مولاي سو استجسا مكي صومالي ايدو تشن ايزو ان اخيار اوديا او دقن اي دين باله مي كان مسنن علماء كيرا لبدان باي كيرا كوري ميشا مرقصار كان سرولك كخلن هيا او كلا دبد كلا جي خيدو موقدو waxa kursiga soo istaajay uu yahay ma inaga mise waa cid kale inaad wax faantaan ma la rabaa Island waxa dhigay hebel oo reerka maxaad uga tagay ninka nafto qabta hebel wax geed soo cadaa carruurta maana ka socdo waa lay wadaa maana ka socdo waa lay wadaa yaa wada malku mood baa wada hadda waa laydan wadaaye oo ingiriis iyo reer yurub baa idan watay iyo talyaani idinku taladiina waa hore ahayd waa hore oo shoo ogaada شيء حقا أنك أتاعن إله كتابك سهات تليلة قرب استاجو هيليا تدو هيلو ويدان وحدك قادان وحبا يقسينا وحبنا وطواركتين وحنا إيدين لمن أفب بدنا نقول قول توين سوقي إسباب بيئية أنت سوق حسين بعدين إسكت صدق بقى حديد سمعلي وركز من تقارنا قيا يقول وده خنوع بحه كوي صارين كوي كله يدروا كده بيبادر ويدك معي السوق هي ما نقارن ما قشين صعو صع هديد بدن جيت كه أسوق مهر صدو إن لهرصنا مو أقوله في الجيز كقولوا ده نبغون كساري هوس كبو كسارة هيا لو ده ما كيس كدر يرتوي كيس كتكتنا ما فدي كريك وكده بتجي جيت كوك كسارة أسوق شوق ما لو ده تكتاي وحاسو ده وافد نكتين ما قبي قبي هذا شيء كوي وأنا سوق كاي دبي سواد مراي كان كاسوق كاي درتوي شيء كذا واس كبر ليش كبر ليه كتاب كرب جد عصر كدر يرتوي جديد أم كنا تاجن كتابك رب جاي إسكال عليه الله يليه هلا قرب إستاق وتعلم كتاب الله وتبع ما فيه مدي دين أدي وركي إنه إسكع دان هيا محابس كان صعود ما هيو يوم لا تبلا سراء ولا قلب عايا وغمط الناس وحوي عفوا وأن كنت جاي احتقارهم إلا قرصة ولا درابه وعن سلم الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا بأكل عند رسول الله نين بان نبي أتيس كعوني بشمالك عن تبدح بكو أقدانتو كو أدكت فقال صوبانو بحول كل بيمينك ورميدك تكون راشينك قال حول لا أستطيع ما أو ذكره وكما عونك روها كبير قال نبي حول لا استطعت الله واضن كرن ما كاري كراها الله واضن كرن قعنتو كوين قكتوه كو قال الله شيء ما منع أمدي ذن قعنت مدقونو وح كعونو إلا الكبر إسلوين مويين كبر بأودي ذن قال وحول صوب أنس عفوا سلام وحول فما رفعها ننك أصقعها قعنت بيحة ومسكر قاد إلى في أفكس ومسكر قاد مرضا بين تو قاد ما قشا نب أيدي بقى قل شيء بقى قعنا بقى قل شيء رواه مسلم وحنا قصوا مرة باب كل حيطة من الحديث كان درس جنوها ما نتعلها هي لباتني تضبات بنا قصوا مرة حديث كان إذا وحا كتش ذا dadka shariicada ku tunta ama xukunka sharciga garab mar in la habaari karo ruuxaanku uu gacanta midda ku rumayo ama bidixda oo marka sunno u arkayso ma bidixa lagu rumay mise midigta horta is waydiinay ya sida fiican waa bidixda in lagu rumaydo limada wixii qashin iyo wasaq iyo uskag marka la iska nadiifinayo bidixa la isticmaalaa wixii goobnimo iyo wanaagana midigta la isticmaalaa
ولذلك علماء اسكو خلافين من باب النظافة مياه هي مكارم مياه مسوى من باب وحيابها قشن كيو أذها إلى سكدوي ولا سكو النساء إلا بابا بابا يستي. إذن كبتبا نقول ورميك تقشو وردالك سيدا إيال ورصف قدنك كب الله ما ياتري ما يديد وقوها باري كرا حكم شرعي يباد قرم مرتب وقوها باري كرا إلا وصماء يقولون روف قدنك باندي كرا معاجر كتاب كربك بيه يديدين سيو ديدين قيبنا ويديد قيبنا حكا قبا ويدي حيالي مالكي وحيدا ننك كتاب قرآن وصحر دحيا الله صومر وقادي ويا فقط كفر كورم وركاس مالكي هذا المسألة كبح هذي ما يشاقشن قبك ذكوار تحاشي قرآن ورحت على مصحف وات في رسي والكتاب قبل قادة هذي ايه بس كتكتي كفرت أدو ما قادم حكو ديدا كتاب ربي ما الحرميس يقول هذي كي كتوري يكيم مرأي قادي ويواه واسك حكم كتاب ربي ينك كتك يكي كديدي واسوا أود ايه واسك حكم حور نين كدله وحكا قدر مت كان داي أورني نين كدله هي وحكا قدر مت كان داي أورني مت بان نفتك أقولني كدا وسكو قصلي وبلو بعض لا هذا وسكله ونفس الشيء نفس الشيء سكيل عليا وشيء هذا وحاصلنا وحقيقة تاين هذا وحقيقة جدا عنا ستان كل إن قالتين معها إن قال أولين لكن ها حلو كذا سومالي إلى عليا كتاب ربك يا الله عياري وعن حارث بن وهب سمو قدين اي جيران كو قالوا سومال نما شيغني سومو دوبن ادوبني غد ولي ودين كو سوكرد قرب بلا سو ودا وعن حارث بن وهب رضي الله تعالى عنه قال ربا اني شيغو حاي نينكي ان نينكي ان مسلم هين هي سومالي ما او شيء نكو صبحي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم نبي حلم الدين شغا باهل النار اهل النار مدوني سان اد هشان تلمامودي علامود ها نبي الله نوشك كل عتل ومد والبوق لافسن او ككن كل عتل اي غليظ جاف بلوفس وانا سو مر كل عتل مد والبوق هو خير الدران حق الدين كما كان له وخير درن يا وقلفسن يا وككن يا حق مقلو مد الدين تم يلو جواد حول أورورين بدن جواد كوامد كحولها أورشي الدنيا تجعله كنا في بعها شين صدقة بعين ماي زكاة بعين ماي خير كقي قادن ماي قراب حيرين ماي وعقله من جواد كل غفة سرا والضخم المختال في مشيته ومد في روينه إسقاط قاد بدن الضخم المختال في مشيتي مد كفيرها وينه مرخو سعوني إسقاط قاده وينه والله هذا قل عدم ما جوادك والقصير البطين ورابين صبر مد قابلوا حقنا عولوي قابلني عولويني هذا خلقته ورب نصبر يدب مرة هذا خلقته لقوا ما يست وإلهي بكو أبوري عذري عيب منا ما لكن ومرك كعي شو سيد قوفني سد الدنيا قدو قيس مرك هوي مرك لقوا يست حقنا مستكبر كبير بدن عطل قلب سن وحق الدين تكوك كان جوال الدنيا تعلو حر أورورين بدن أمكير بدن مستكبر إسلوي متفق عليه وتقدم شرح عكس ومريب الإمام إلى عبد الفضائي في باب فض ضعفة المسلمين باب كسودني اللبات وهي بين عكس ومري إذن كبر كذبك ولا وكا أهلنا مرة بتاعها نقول المستكبر أوي لأن كبركو وادد ها وادد الإسلام يد الإسلام علو حيد أنا شرع إسلامكم لبلد بيلاد لبعور بيلاد الشرك والكبر كبر وعذر كوع إبليس وكنا رجلاوي الدين كوا كعبح وكجالو بربكو وكجوريم شركنا وام حي وعذر كبن آدم كورن كبدان مرك إسكا إلى لي كبر كحكينا يا إن ذو جان سمي ويدو إن شرع ذو جان سمي ويدو تواضع خضوع استسلام انقياد بلغا وادي واي مركبك هو افو صفه من صفات الله بعد هيستا وخاتاز رب بعد كويستا وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنه جنه بعد دوديه والنار نار با غرمي والحديث على ظاهر وحبته الى ان وحك استوى اوده ويقدر له صالحه اوتهي
فقالت النار نار وحي تجري في أنا وحي يقول الله إلهي يقول أرقوستا يقول عذابه يقول إدبيا الجبارون وكوة تلك الدرقية تجري تلك المقونين تجري وأول شيء يجري المساكين تضعف هذا كو حد قد بجري والمتكبر كو إسلوه إنا يشارع هذا كو كبري بأنا وأنقوى عابة تجري وأن ميل سارة هذا النار هاي مركة كواسي وإلهي إنا من المجرمين منتقمون أيان أنا أقول ميل سارة تجري يا إيجاد كذا تجري جنة جنة ميل سكفرس وقالت الجنة وحي تجري أنا قد قساد كلي كرتا السينني في أنا قد وحي كجر إلهي وأبا المريا ضعفاء الناس ضدك قوة التاكتا درا خير تبارك ومساكين من المساكين تودي فقضى الله بينهم هذه مدعي مدعي لي ماشي يمد أي قري قضية لسكو هايو قضية دوا معي لسكو هايو ها أنا كافي عن أنا كافي عن بي جنة نار سكو هايا نول ببريري سيبو شيكتي ها حكم بالله بان ياي حاجة والبحرين الصومالي شنب يو بان تي إيشي معي هيت شيكتي يلغو شيكتي ها هي شاهد كم ركعة هي شاه حكومة يا شر لا وفلي يا شر مدون فلي شن تازو بانتا علومه وي وقرنا يعني قرصوري قضها وي قانان بين الكوري حير بكت كل دور دهيا وحيدا وشيكت ومدعي لو شيكت مدعى عليه شاهد كم ركع وبين دي شيخ حكومه وقاضي وحكم محكم بل لو بان يعني هدي لو يا قاضي دود مشارسيسو وين مدح كوسن بادي هي هو شادان كو ديبن محل يعني نكا زك مدح كوسن محكم بل هذا سغا هو قرت لو ديب باب التحكيم واتقانا سورة النساء كاش فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها إذن حكم شيخ حكما إن لهلا شيخ الدوادات خير مكرر شيء وتوربا ما هي كتابه كهل لي أي وإن لهلا شرم الدون أضين نبضونا وكان مدعي قال هذا شيء أم مدعي قال هذا شو هوش فلية ورحوا إلى حكمي وهك شيخ وقبو سيني كذا حكمتي أنت سألناه هذا مش كواه إن إسلي وذا دهنا كجوا زبر وما يزال والنوتي ما دان ودقي سنوات قال عقنا يا بلي مدعي وحن ويديا يا نبضون كوا نيك نبضون في اي شيء ويسكت بان دا ادو يا نبضون هبل يا وح كو قادو كا قادان دانا هبل هبل اوديغا ها نينك ادو نبضون موتا يا وخي 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 لو ييش مو سو قادي ها وخي لو ييش ما كا قادي ها حر فرمي مرسان كلا حكمنا الا انا وعيدن كلا ما هيني نبضون وح بضون بي قبطان يان لعسلين يان حقو ذي مالا قردعين نقيب يا عريف إن لهلا ولابد من العرفاء نقبو وإن لهلا نبضون وي في عين وح بضون بخير بي قتليان سومالين تاسي بكورنا قنطاي كيلا كيساقو حماد انتان عزلو وان مقعاب إنا متكالي جنة مركة هداي دود نارنا دود إلهي واكال حكومية فقضى الله بينهما ربين باك الحكمي إلى محور إنك الجنة جنة أذوق رحمتي بات أين حريص تيدي أرحم بك وحن أقول نحريص تأديك من أشاء الروح عن دون نحريص تيدي بات أي صفة تيدي بات آثار تيدي تاي صفة الرحمة الجنة وأثر من آثار صفة الله والرحمة إذا دون أقول نحريص جنة مرك عد شقي ستنا ويجشا أحد عن شقي سنا ووجلا جنود ما كيبو حسامي ويدو ودوك كبراتو ضد عصب ربي أبو راو جنود وكبو هي لكن نار مقل نما شقي سنين وفرساد فضل إلهي نن شقي سنين نما شقي سنين وادر سنكرا لكن إلهي أحدا أسوقوا أن عذاب مضنين وأن دم بالإيمان مع عذابي جهنم نما كسبين لما جيو وإنك النار ناري أضغنا عذابي عذاب كيباتاي أعذب حنكو عقابا بك أذيك من أشاء الروح عن دونه إذن صفة الغضب بينك أثر من آثار صفة الله الغضب والسخط إيو غضب كي جهنم نارتنا أثر ثلاث كتا شوي ولكليكما مد والبوحاء هذه وجنة النار علي دشد وحي كل هذا ملو إنا بحشو جهنم كي بحسمي ويدو إلهي ببحنية أوت ربي بالغب بحنية أما جنة ما كي بحسن يطبع الله أبوريا روايتك أرمنا يضع عصبة جهنم الوقر عند الله أبوره ومنكر عند أهل العلم وأهل الحديث ما جرته رواه مسلم بحديث كوريي إذن مقرب الشيخ نار ما حيتري وحاليو عقابا وأنا كشقية الجبارون المتكبرون إذن كبير كالكاس وقلقها يا أوي نار بلغم مضانية رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حول لا ينظر الله إليه ما إيغو نظرة الرحمة وي نظرة رحمة إلهي ما إيغو يوم القيامة مانك آخر إلى من دول جرة شيدي أو ديري إزارة وسروال كيسي معويستي سي قميص كيسي بطرا كبر درتي بطرا حركات درتي متفق عليه سروال لدى قميص يدا معويستي هاد حينيسان وحي هاد حينيسان هوصل وحنا كرة لو قادو أنقوا أما أودي كبويستا يان لا دافينين أما قوبك ريكونفورت قوب بيد على مشي يدا لا سعودا أنقوا أودي كبويست ما يقانن قوب بيقولي أنا أنا قاب حنا قانا إيه حولها يا ملك علي الضميرها إيه أي قاب هالك هذا كبوز هالك هالك ما هذا كبوز أنقوي هالك مقصوم ماشين مقصوم كران كرت لا ينظر الله إليهم مئة يوم القيامة مالك آخر إلى من دول جرة إل نحريس اللقو مئة إل عقاب واللقو إيه جاية يعيل عرو يعيل عذاب ولقو إيه إلنا حريصت بلقى الله يا إلى من دول جرة جيدة وديري إزارة ومحوز قنت جيسي معوز تيسي زروال جيسي بطرا كبر درتي متفق عليه إذن بطرا وحوي ووصف غير لا مفهوم له لا مفهوم له أحد والبا واختيارا معوز تأولا في أن قوي ذا ومتكبر وعيدكم مضانيا لأن أحاديث كلاهما تمتبع عضيسة الإسبال من المخيلة قل لجيسة مع وستو اللجيذو وثوس جيسو أن قبيض الرافس من غير ضرورة حنون أسوه سنجر أيا كبر قل لجيسة يدا كبر أما هو صفة لازم صفة لازمة واحد يجرتين أما حالة لازمة واحد يجرتين أما هو حوية ووصف لا مفهوم له أيضا حديث كلا فصيرتين الإسبال من المخيلة وحكوه سي أن قوي ففي النار خيلاء وصفة لازمة وي ما قيت مفهوم ملها أو شالو قبرارو أحاديث تقوليها إصلاحها كأفيس أخوة المسلمين كيسك إلالية انت يبالك شو لها قيان يا خيلاء والخيلاء ما إذا فهميني أحاديث جمعية والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هوشانا ومن محاسن الوهابية مع عويس كرئن لو قاضوا والهابية وهوشا لقاها الوهابية إذا لا تمد وذي رسول في ذا حكان لي ذا كوي كسي الري ولي قد بحكروا قاضا ميسا ديجر يوم مناج كأفرت ربع دوشا كاهاية يي مع عويس لكو حاق جري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدح لا يكلمهم الله إلهي لمها الله يوم القيامة مالك القيامة لمها الله كلام وامحي كلام الرحمة ولا يزكيهم من طهروا دم بأمر دافه دم بكمطره ولا ينظر إليهم من سوء إيغو إلنا حريسين ولهم عذاب عذاب إليه أليم الحنوشية عذابك أليمك وحلي هو عذابك قنكا لقدر قدها لقدر حنون وحاجر كركا واتك حنون زري يا نبر مخو قدعه ودنك وريقي ودنها قدنقاني ودنها مسكح ذاك حنوني وعذاب كاس أليم كالليل هذا إلهي نقبت بادي متك كو بادي شيخ وايل ويزان حقا نرد الله يسر هيا وايل قبلها من كان طبق رهي عمري جاه هدي وعروبي ويكلا دا زنايد ودمال ووحن ووحل ودو هذا ما لكن ويكلا درنتا بل يرى إيوه كون أرد هيا كوسكوس واللغة قاطع إنا دا حمان تالي مادان لكن وايل وطيارة دقيبا أخيار عمر دير صور نولا وحقرد وابن أسوب بري حال ربع إنه حماية سماها كلا قرط لأن يروى وحي كل عام وكل حشاد للدنيا وهي المركز سيد كوريا يقرق ما يسوى معي وحو استايلا عقاب كبدا تيدا لن يرضى شيخ وايل وضي ويزان حقا نزل يزان لا بيرد دقوا اسكمت مع سيلوه يو ملك وملك بقر ويكيل لبات كذاب بين بدا بقر محاسو بين كلفاية كوان اسك عامدا اما فقردا اما ان حل بهينين اود بلان وخا لاغيبا اني بينت دانو كغشو ادو اود ربك سي اومدا بو اوتليا او نيكا دونت خريق نيكا دونت دين كا دونت دلي محبين كو كلفاي بين محا كو غين وي ادو كوان كلا اسباب يا دواعي شيطان ينف اي كو دغان باب جيرتو لكن ادو محا كو كلفاي دالينا ما جوجتي تبرت باهينا ما قبتت وي وعائل فقير
مستقبل كبير بلن وافقير وحوا يا مجره كبير من الله نفبحها هيا هيا ما يسبقش من الدنيا يحوه باور شاكتي بابا كبير لوغا قاتاي أدوغو أضاي بالضمبور تكاسو تشيداي محل كبريس اسم الله ما شاء الله وعائل فقير ويصابولا مستقبل حدنا كبير رواه مسلم وعاصو دو حاوي وكل ودنوبي وكلا درين حالها قصة قريبة أنا كينية إذن عجبك يا اسم هذين تا يا إسلوين ك يا كبير كلا إسك إلى لي هو الآدي يا أذو حنوي عجبك نقل المطر من عبد الله الحورنجري إن واجو إبريو أنا وشيفة كدمنا أن قوم ما يو أيان كتش على هاي واجو إبريو أنا صلاة أتاعن كدمنا أن وحسمود اسم هذي حقوق إلهي صلاة كفر هي صوم برب كفر هي قناة برب كفر هي صدقة برب كفر هي مسلمين تعاوسة رب كفر رب كفر كرامين وحد سمود كل إن نقف في عنطه آير باب تكدا عبا فندع باب تكقاضا وحد تكدا دعين تدخل هذا كفي عن أفذا بليك ويح أشق يستد إبر أذا ولا فيبا عجب وح النبي ونوش يقولوا حسنات كعنو اسم هذا أنت يسكن في الله وح سمودو حسنات كعنو يساس إذا ضبك وعنو حابضة هل سوي لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح عفوا معجبا إن أن أنت قلت صلاة أن يا الله كجر الصبح يا إيد أن تبور إن أن إله يو إله يسخر أن عبسله أن حور دوات خلط انتبار أن تبور إن اسم هذه وعنه عن نبي سعيد ميام سواء أبي هريرة وينودن به وعن عن أبي عفوا رواه مسلم العائل والفقير العائل الصبولك هو فقيرك وعن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله وكم مقن ما شاء الله وإذا كجوا أنت قال الله وإن له لو حدك واحد القدسي العز شرفت إزاره وإله مع وستيز رواية كلا رواية سنن ك العز إزاري إزاري رواية مسلم أيضا وإزاره والكبرياء عظمته وين كنا رداؤه ألا جو يسوي فمن ينازعني روحي يقول أمر من يوقف الصدى عزي هي كبر يوقف الصدى عذبته إلى وان عذاب يا بول إذن العز والكبر وخصيصة من خصائص الله خصيصة تاني من خصائص الرب نك أقبح وحوي شرك بكترة وحو إلهي خاص وياه نك الشكتة أما لاعة ملقي باق علي إذن صفة الكبرياء أيانا كسر ريسو كحيوك بدن هو صفة ذات من صفة العز إذن صفة العز هو فرع عن صفة الكبر لأن إلى يحول الكبر والردائي قو أنا كسر ريا إزارك إذن وحاوران كرتا العز هو صفة إضافية ما قد أنك ألغا في ريو الكبر هو صفة ذاتية إذن ويكلا سر ريا العز شرفت إيام مقع وحاوي إزاري أما إزاره إلهي معوس السوي يعني هو صفة رب كتل مامي ألغا وضع والكبرياء وينك يا عظمتنا رداء الى يسوي عتك لما شيغا كرتو كبر الله اسكلي دان سومالي وي يقانان كبر الله اسكلي فمن ينازعني روحي الامر من عذبت وعذابي رواه مسلم وعنه عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حجر بينما حل رجل نن وفي روايه ممن كان قبلكم تذكر نغه ريوي وامه نغه ريي امه محمد معها رواية عديسي بينما حل رجل يمشي اللوين يسعون في حلة اسكجوك تعجبه النفس النفس يعجب قلنا يسو حوق صوحي لي وضو سعودا در اسكجوك اسكم مذب وقبا حلضو نوو در اسكقابك اسكم مذبك اما قر كحر هوس نمع اسكحر اما فتشاري طلو اما قميص طلعي عمد ويقه وحاوي بينما رجل ممن كان قبلكم حلي نين ضد كذا كهر يكتر سن أو يمشي اللوين في حلة إسكوجوك تعجبه النفس نفتي سبع عجب كريس نفتي أبوي حور ما أنت وح كلام مذا مئة جرة مرجل ولبا أو فري أما فري رأسه مدحس يختال في مشيته إذا محس قدر صدي وضو سعداء محوقبة في حلة درس سجوجة تعجبه حان عجب كريس أبوي أم هذه النفس نفتي سبع هذه وفي رواية جمته مرجل وحو فاري أو شنليي رأسه مدحيسي
وفي رواية قد أعجبته جمته وبرداه وحبقي هلبتي سيبا عجب قليسي وحبقي يختال إسقاط قاضية في مشية سعود كسوا إسقاط قاضية حالة كبر بأسعودة رول كبار لئة كان له إذ خصف الله به إلهي بارك الله جو إسلام ركيبة رول كبار الله شري شيخ عالم وحكش كي يقول يا تواريخ كان الله يا من بواتك من دير هذا قرحون على يراه يا الله كل ما يقول نحن نقول لك عتال قيس يقول روح سيقاب قيس ما أهم بور بركز عبار فيري حلو ما حدقى في الرئيس حلو حان ليا بي قروح إيو قوي ذا كام وقاتل ربي سودك وسوري أدقى إس كده حتى إلهي بإلي يا بمبور بن آدم كبر كيس أدقى إس كده في إلهي بأني إلي يا بمبور رسان وعكاي هل كانوا كده قاقين يوحب بالله ونك إلهي بالله بأنه يراده وكوسمي وكوسمي وحول لك هذا بشيمة شيمة الدقاق بول لك هذا أنا يا بون روح إن راح أروح مية أركان مثل يا نين تصور ضي وقاضي بوشبك كشري بوري نيكي بواي مالك بحي إنه سنين أهين بلاي أبو حقال أي هاي ملك من الملائكة من هذا هو إنتاس وعير دوس جوز وحزم الحوري هذا إيش كده أي هي خالقي أبو رأي لي يا بنبوك بل كبرك يوم بيكر ده عادي صنعاء مارق علماء المسلمين تكمل تكش كي من هذا هو أسك سدابة وحي ردوه هلا وحي اسمه ذي أنا قصوم رأينا ما ولدت كابرا عن كابر وحان اسك إلى لي الدنيا ذي دافين إذ خسف الله به إسلام ركيبة وإلهي بارك الله جوي فهو أنك أصقعها يتجلجل وحقوسي ولا أنقلنا إياه في الأرض الأولى كوكو ولا أنقلنا هي تجلجل هو مركز شيء مالك الرغص والطرو تدحرج رجوع السماوية إلى يوم القيامة إلى قيام وسيس عدا رك اللي لقوا يي أيو سيس عدا إلى صل كده أطقو قيام متفقون عليه إذا كبر كل كسو كين إياه سعد كان أطحرقون الزاني كعمل استقاض هاي هولهم عصب الأجر بها يكون في سنين كل با قال سود أصعد الله سعونا يسكي إلى لي هل سوي ترتيب رك إلى الله وسعده سيد الرب إذا أبرنا أصعد إسقال الله عندنا داي إذا بدرده جوجية مرجل رأسه حلقه وذا ممشطه الشنليو فيري بالله وذا يتجلجل بالجيمين لبا جيم بالله آخرنا يا يغوص ورنبنا يا أمتنبنا يا وينزل ونسيد دقية ركوكو سيد دقية وعن سلمة بن الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل نكو كزول ما يوحدث كنو قدم إن شاء الله تعالى أختي ويقرر مدانو ماينية لا يزال الرجل نكو كزول ما يذهب بنفسه نفتي سنو كرو قاضي يذهب بنفسه أي يرفع بنفسه يرفع نفسه لا يزال الرجل منك كزول مهيو يذهب إنه لوينان أما هو قد قاضي أما هو كرو لقي بنفسه نفتيسة حتى يكتب إلى اللقو قره عند الله هو في الجبان وكو كبر كبلا واسودي وسنك تاجي نظركم بضوح ديرتا اسمودي نفتا كلو ويناني لك كو قاضي واي وقد مع اللقو قره كو متكبرين تعالى الله بالوقرية فيصيبه حنك وحا كدعي ما أصابهم وحي كدعي متكبرين ومن العذاب عذاب عقابة من العذاب رواية وكم لفظك وكم مقايا الترمذي لكن رواياني إيه ابن أبي الدنيا بصوصارة لفظك أسقا فيصيبه حا أصيبه وكدعي آخر ما كلتكو ما أصابهم حايا لي قوم ننك اسكد يا اسكد كد يدا سوء كيسية وكو حكم بقل وحال فرد الله مرتي هي دغود با اسمو داما فرس با اسمو دا هذا اسكود دا نمن كا اود كودا يت متكبرين تا دقن كودي ايغات كو حكم تاي راهو الترمذي وقال حديث حسن غريب يري شواهد فربدن اولي هي حديثكو ايو امام تحسينين يا سان فيليو لكن سند كن عمر بن راشد اليمامي با كجر ضعيف من حيث الحفظ حق حفظه مركا حديثكم معني سو شواهد فرد بدن لي هي سو باب الترغيب والترهيب انها سو اسكو قفل الترمذي مركا هو تحسينيه وحا كوافق بغوي في المصابيح سدو كلو وحا سلمي الحافظ العراقي في تقريج الاحياء يذهب بنفسه وحا معناه اي يرتفع اسك قد قال يكر سو قاده ويتكبر اسكبرنا والله سبحانه وتعالى اعلم.